الأسبوع استضافة الدكتور عماد واني، أخصائي واستشاري تقويم أسنان. بداية من دكتور عماد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلاً وسلامة كمان لمشاهديكم الأعزاء. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حضرتك دكتور. دكتور عماد، خلينا في البداية نتعرف بشخصك الكريم أكثر بعيدا عن الألقاب. عماد واني من هو؟ والله أنا إنسان فلسطيني من الأصل، من حيفا، مقيمين في سوريا من زمان. من زمان سوريا، من أيام فلسطين. والله الإمارات يعني بالنسبة لي هي أول شيء، إحنا كفلسطينية من عد الإمارات هي دولة زي دولتنا، عشان دائما هي كانت داعمة لنا كفلسطينيين، بنفس الوقت مرحبة وفاتحة صدرها لكل إنسان فلسطيني وعربي. تقريبا من 2002 في دولة الإمارات. عم نحكي تقريبا عن 18 سنة. 18 سنة في دولة الإمارات. صحيح. 2002 لما أجيت لدولة الإمارات، شو الخطوة الأولى كانت؟ كنت استشارة تقويم أسنان في مركز المفرق في أبوظبي، تعيين من قبل وزارة الصحة، واستمرت تقريبا 6 سنوات لـ 2008. بعد 2008 انتقلت إلى القطاع الخاص وقمت بفتح مركز شادي. كان أول مركز لك بعد 6 سنوات. بعد 6 سنوات أول مركز. قد كانت الخطوة هي صعبة أو سهلة عليك؟ قد كانت فيها جرأة أو كان فيها تردد؟ قد حسيتها إنه خطوة؟ هلا طبعاً انتقال من العمل من الحكومي للخاص، في هناك بعض العواقب ممكن يواجه الإنسان، لكن في النهاية الحمد لله كانت الأمور منيحة. هون فتحنا مركز، وثاني شيء الشغل الصح والسمعة الطيبة اللي هون بيقدر يتطور بالإمارات، وكل الدعم موجود من قبل هاي الدولة لأي مستثمر وأي إنسان بيشتغل صح وبيمشي بالطريق الصحيح بالبلد. هذا اللي بدي أسأل عنه. يمكن الإمارات دائما بنقول إنه هي صح بتعطي فرص كتير، وصح أي إنسان بيقدر يجي وياخذ فرصته وممكن يعمل الشيء اللي بده إياه، بس دائما الأصعب إنه أنت تستمر. كيف تستمر؟ هاي الخطوة الأصعب. دولة الإمارات بتفتح بابها زي ما حكينا لكل الناس، لكن في النهاية كمان أي إنسان بيفكر بهذا الاجتهاد وبنفس الوقت المشي في الطريق الصح ويكون الطريق السليم من أجل الوصول إلى هدفه، من خلال مشي وشغله الصح في هاي البلد راح يلاقي حتى الدعم كله من قبل كل الجهات اللي موجودة، على أساس أنه تساعد في تطويره طول ما هو ماشي بالصح وفي تقديم الخدمات بهذا المجتمع. بعملك الخاص كيف، شو المبدأ اللي اعتمدت عليه لحتى تستمر وتقدر تنجح؟ المبدأ الأساسي كسب ثقة المريض من خلال الصدق وتقديم أفضل خدمة لهذا المريض حسب المعرفة تبع الإنسان. يعني برأيك المصداقية أهم شيء؟ المصداقية أهم شيء، عشان أنت قاعدة عم بتقدمي خدمة صحية، ما يكون النظرة فقط إنه الجانب المالي. أنت في البداية أنت قاعدة عم بتقدمي خدمة صحية، فيشتغل الإنسان وفي النهاية الله راح يكافئه. ما شاء الله انت اليوم بلشت بمركز من قبل 17 سنة. احنا هون بالنسبة للمركز وبالنسبة لجميع الاطباء عندنا بالمركز يعني ماخذين مبدأ كامل، انه اهم شيء وين مصلحة المريض نمشي، مش ما ننظر من جانب مادي. يعني في بعض الحالات اللي بتيجي عندنا اللي ما بتتطلب انواع معينة من العلاجات مثل تجميل مثل تقويم، بنكون امنين مع هذا المريض انه لا ما ضروري، بنحاول نقنعه لهذا المريض انه ما لازم، ما ضروري تعملها لهي الخطوه. هو بالاخر قراره، بس انتم العلاج قراره، بس احنا بنتعامل معه بكل امانه لهذا المريض انه شو الصح له. يعني احنا المريض دائما في للمريض له رغبه، لكن احنا بنوفق بين رغبه ومصلحه المريض من رب العالمين سبحان الله. في الانتظاريس حلوه، يا حتى ينتهي علاجه كاسنان او كتقويم اسنان، ممكن تكون بسمته ولا اجمل من هيك. ليش؟ عشان كل انسان زي ما له بصمه اصبع، زي ما له بصمه عين، زي له بصمه ابتسامه وبصمه اسنان، فهي بتكون متناسقه معه. فانا هون حتى امشي بالعلاج وأخرب هاي العلاقة اللي موجودة، ما راح تكون النتيجة المرجوة. فدائما بتعملوا اللي عليكم، بتقدموا نعمل لا بنقدر نصيحة، في ناس بننصحهم، في ناس
بترضى خلص. هلا هي برجع القرار للمريض نفسه، برجع القرار للمريض نفسه، بس احنا واجبنا كأطباء نكون أمنين مع هذا المريض وننصحه وين تكون مصلحته في الأهم. صحيح. مش الموضوع الجانب المادي، لا وين المصلحة تبع هذا المريض. صحيح. الحمد لله احنا يعني كمركز تطور وطور بوتيرة عالية سريعة. حاولنا نقدم ننتقل إلى بعض المناطق اللي بتحتاج خدمات ضرورية، وخاصة مدينة الظفرة المنطقة الغربية. قمنا هناك أول مركز تخصص أسنان قمنا فتحانه، ولقينا كل الدعم من كل الجهات الحكومية هناك من أجل تسهيل فتح هذا المركز، ومن قبل دائرة الصحة لأبوظبي قدمت كل التسهيلات والدعم على أساس نقوم بفتح هذا المركز. بنفس الوقت كمان فتحنا أول مركز لنا أسنان أطفال في الخليج العربي، اللي هو فقط تخصص بأسنان الأطفال، وسوينا المركز وعمله للمركز أنه يكون عبارة عن نيرسري، أنه الطفل هذا العامل النفسي نكسر حاجز النفسي قبل دخوله على المركز، أنه يدخل على مركز أنه يلاقي هناك زي نيرسري. حتى منعنا اللباس الأبيض في هذا المركز، وسويناه بشكل أنه الطفل نسوي له بيئة مريحة لهذا الطفل أنه يقدر يتقبل الوجود العلاجات. حتى الكبار احنا بنخاف منه يعني، مشان هيك لازم العامل النفسي هذا مهم بالنسبة لعلاج الأطفال. وفتحنا كمان في خليفة ألف عندنا فرع إن شاء الله راح يفتح قريبا جدا في بني ياس، من أكبر المراكز بده يكون. وعندنا خطة أنه نوجه الخدمة في كل المدن تبع مدينة أبوظبي والإمارات بإذن الله. إن شاء الله يعني إحنا بالتوفيق لإلك، وحنحكي أكثر عن المراكز وحنحكي أكثر عن خططك المستقبلية. بس ما شاء الله اليوم وخلال فترة مش طويلة، أنا بعتبرها 17 سنة يكون اليوم يكون هذا العدد ما شاء الله موجود عندك، فهو هي خطوة كتير ناجحة تنبع عن شخص عن جد حابب المهنة وعم بعمل بشيء. إحنا دائما يعني انطلقت بالعمل بهاي البلد، يعني قلت خبرتك بالأساس إنه إحنا فلسطينية، فإحنا هاي البلد بنعد بلدنا، يعني صح. إحنا جايين نعيش هون ونموت وأولادنا تعيش بإذن الله، فمشان هيك نقدم خدمة طبعاً هذا واجبنا كفلسطيني وكعرب اتجاه هاي الدولة اللي فاتحة صدرها لكل دول العربية ولنا خاصة كفلسطينيين. دكتور أكيد دكتور عمال أكيد في كل مركز لإلك أو في كل مكان كنت أنت موجود فيه كنت عم بتحط البصمة الخاصة لإلك، كنت عم تعمل شيء مميز شوي. دائما بقول إنه إحنا لو ضلينا في التميز نفس غيرنا كان يمكن ضلينا نفس الليفل، ما قدرنا نتطور. كان يوم عم نشوف منافسة كبيرة، عم نشوف كتير أطباء في مجال الأسنان صار عالم واسع كبير. فشو الشيء اللي أنتوا تميزتوا فيه؟ شو بكل مركز شو نقطة التميز كانت لإلك؟ والله أهم شيء إحنا كان يعني وهذا اللي كسبناه من المرضى، حب المرضى، الصدق بالتعامل مع المريض. يعني كان آخر إشي عندنا الجانب المادي، أهم إشي الصدق وتقديم خدمة لهذا المريض، هاي كان عندنا أهم إشي بالنسبة للمرضى. مشان هيك الحمد لله سمعت الأطباء وسمعت المركز جيدة جدا. ليش؟ عشان بيعرفوا إنه بنتعامل بصدق. حاجة شغلة إنه المريض ما ضرورة تسواله بنحاول نقنعه للمريض، حتى لو بده يدفع حتى لو هاي لا إنه حرام، هاي صحتك. في كتير ناس ما بعرف إنه قلت لك في رغبة، الرغبة أنت وين مصلحة المريض ووين إنه هذا المريض تقدم له هاي الخدمة. عشان الأسنان مش فقط تجميل وإنه منظر، الأسنان إلى الوظيفة الله خلقن إلى الوظيفة بالمضغ وبالطعام وبالبسمة وبالتنفس وبالهاي. فأنت حتى بدك تنطلق بعلاجك من هذا الموضوع بدك تأخذ كل هاي الأمور بعين الاعتبار. صحيح. الأمانة أهم شيء كانت بعملكم طبعا الحمد لله. بالنسبة للأسعار كيف أسعاركم؟ يعني هل اليوم أي حدا قادر يجي لمركز شادي ويتعالج؟ والله دائما إحنا يعني الحمد لله أسعارنا ضمن الحد الطبيعي والمعقولة داخل دولة الإمارات العربية. وفي النهاية يعني احنا قلنا عم نقدم خدمة، يعني في النهاية اذا بنشوف انسان معتاز علاجه وضرورة هذا العلاج ممكن نقدم له بدون اي مقابل، عشان في النهاية احنا عم نقدم خدمة. يعني احنا اطباء قبل مش مستثمرين، احنا اطباء طبيب انت مش احنا اطباء. صحيح. يعني العمل الانساني او الجانب الانساني هذا ضروري جدا وجوده. هذا ضروري جدا انه الطبيب يعني يحترم مهنته انه يقدم خدمه طبيه لهي الناس بغض النظر عن الجانب المادي العائد له. دكتور عماد انا بتمنى لك ان شاء الله التوفيق ومزيد من النجاح، وان شاء الله تضلكم من نجاح لنجاح. بس اكيد برضه انا متاكده انه اللي حقق ما شاء الله هالنجاح هذا بهالفتره القصيره هاي
لسه ما وقفنا هون. والله ما وقفنا وعندنا تطور، قلت لك انه بما انه خلينا نحكي شو في خطط يعني موجودة. خطط عندنا الانتقال الى مناطق اللي هي اللي محتاجه تقدمي خدمه فيها، يعني هلا كمان عم بدور على الشيء اللي محتاجين. ايوه انه نقدم خدمه في المناطق كلها تكون اللي معتزه فيها، وخاصه المناطق اللي موجوده داخل خاصه مدينه ابوظبي. هاي مستقبلا باذن الله طبعا عندنا توجه لمناطق ومدن اخرى داخل دوله الامارات العربيه المتحده. خارج دوله الامارات في اي خطط؟ خارج دولة الإمارات يعني عم بخطر في بالك إنه أنت ممكن في يوم من الأيام تكون موجود يعني على مستوى كبير؟ في هناك تفكيرات، لكن في النهاية يعني عم بخبرك إنه داخل دولة الإمارات الحمد لله نقطة أهم مبدئيا، نقطة أهم طبيعة البلد، طبيعة حكومة هاي البلد اللي فاتحة صدرها للناس، كل القرارات اللي بتطلع بمساعدة المستثمر، نفس الوقت الترحيب، دائرة الصحة، وزارة الصحة، كل الخطوات الإيجابية اللي بتقدمها لك حتى تشوفك أنه قاعد عم بتقدمي خدمة أنت بهالبلد، كله بتلاقي أنه كل الناس قاعد عم بتساعدك على أساس أنه تمشي بهذا الموضوع. قدر الإمارات ساعدتك أنت شخصيا اليوم لو أنت كنت بغير مكان، هل تتخيل حالك ما قدرت تحقق هذا الشيء؟ أنا لا، خبرتك من البداية أنه لا، دولة الإمارات المساعدة والقوانين والشعب تبعها، طبيعة الشعب العرب الأصيل اللي هم ضياف والمساعدة، هذا ما بتلاقي بدولة أخرى أكيد. يعني مريت على دول كتير أخرى لكن هون ما في، ما حدا بيقدر يحقق النجاح زي ما بحقق بالإمارات. العوامل اللي توفرت فعليا لنجاح اي شخص، منها الاستقرار، منها الامن. الاستقرار والله يديم الاستقرار والامن، والشيوخ الشيوخ اللي هن ما عم بيناموا عشان يضمنوا لهذا للشعب من مواطنين ومن مقيمين الراحه. الانسان بدخل وبروح من بيته لكن في ناس قاعده من ورا اللي هي الجنود المجهولين اللي بنعتبرهم اللي هن ما عم بيناموا عشان احنا ننام، فهذا يعني هذا مش موجود، ما بتلاقيه بدول اخرى. الله يطول باعمارهم. حتوجه لهم اكيد برساله شكر عبر شاشه. طبعا بنوجه رساله شكر لرئيس الدوله الشيخ خليفه الله يطول بعمره، الشيخ محمد، الشيخ محمد بن راشد، وإن شاء الله الله يديم الإمارات دائما في المقدمة على العالم كله بإذن الله. آمين إن شاء الله. الله يطول بعمر حكامها وقاداتها وضلهم إن شاء الله دائما دخل لها البلد وضلها البلد بتطور، دخل للبلد وإنك عرب وكفلسطينيين بإذن الله. أكيد أكيد إن شاء الله. دكتور عماد يعني الكلام معك لا يمل حقيقة، لكن خلينا قبل ما ننهي حلقتنا لليوم، بحياة كل شخص فينا دائما بنقول اكيد انه في حد دعمه بالكلمه الحلوه باي شيء مهم كان مساهم معه بحياته، هل في هذا الشخص بحياتك؟ واذا موجود شو حتقول له اليوم؟ مين في اشخاص هون من دوله الامارات ومواطنين، هدول يعني بالنسبه لي الناس مجهولين بس دائما كانوا يدعموني ويرشدوني على الطريق الصح، واي دعم كان داخل هذه الدوله كانوا يقدموا لي. يعني طبعا بوجه لهم بالشكر وما بنسى فضلهم في تطور المركز، إلى دور كبير بشكل غير مباشر في تطوير المركز. احنا بنتذكرهم برضه.